مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يلي رجحت احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات الشهر المقبل. أشارت إلى توقعات البنك المركزي باستمرار تحسن سوق العمل بأمريكا وارتفاع التضخم إلى 2%. أضافت أنه الاقتصاد الأمريكي والسياسة المالية عم تواجه مسار غير مؤكد بظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. عقب هالتصريحات بلغت الأسهم العالمية أعلى مستويات اليوم إلى جانب ارتفاع الدولار، حيث ارتفع مؤشر MSCI بنسبة 0.25% ومؤشري داكس الألماني و FTSE 100 البريطاني شهدوا ارتفاع مماثل بنسبة 0.5%. وننتقل للبنان والأردن، حيث أعلن مدير البنك الدولي أنه عم بتم توسيع برنامج التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بإطار هالبرنامج رح يتم تعبئة حوالي 700 مليون دولار لمشاريع تنموية بلبنان والأردن، وبدور البرنامج بساعد الشباب على التعلم وتحقيق النمو كونهم بقدموا منفعة عامة ومهمة جدا للمنطقة والعالم. اعتبر ايضا انه برنامج التسهيلات الضمانية يلي اطلقه البنك الدولي مؤخرا بشكل آلية تمويل مبتكرة للمنطقة. اضاف انه البنك الدولي استطاع تعبئة تمويل اضافي قيمته 450 مليون دولار للعراق و 150 مليون دولار لمصر من خلال ضمانات مقدمة من الدول المانحة. ومننهي من دبي، حيث بدأت شركة تسلا بيع سياراتها الكهربائية بدبي لتتخذ بذلك أولى أسواقها بالشرق الأوسط. بتتلقى الشركة طلبات الشراء من العملاء بالإمارات العربية المتحدة عبر الإنترنت إلى جانب موقع مؤقت بغطي دبي لحين افتتاح مركز خدمات تسلا بتموز. أضاف مؤسس الشركة أنه تسلا بتنوي التوسع ودخول البحرين وسلطنة عمان والسعودية. هيدا كان كل شيء لليوم، أنا بشوفكم بكرة.